لسه مكملين مع حضراتكم من داخل المجرى المائي كأحد أهم الإنجازات في مشروع توشكا العملاق، أكبر مشروع زراعي في مصر. زي ما قلت لحضراتكم إن في تعاون ما بين مؤسسات الدولة المختلفة في هذا المشروع، وأيضا في تعاون ما بين مؤسسات الدولة وما بين شركات المقاولات. عشان كده يسعدني إن أنا أرحب بالمهندس نشأت بشرى، مدير أعمال شركة أبو قسطور جروب وقطاع توشكا للمقاولات والأعمال المتكاملة. بصبح على حضرتك يا فندم وبرحب بيك في برنامج صباح الخير يا مصر. أهلا بيك. يمكن مجهود كبير جدا زي ما قلنا بتقوم بيه شركات المقاولات داخل مشروع توشكا. لو حضرتك تكلمني بقى من أول يعني ما أسند إليك العمل داخل مشروع توشكا، وأهم المراحل اللي مريت بيها حضرتك مع العمال طبعا التابعين لحضرتك في الشركة. احنا هنا بنستلم المشروع توشكا، احنا ابتدينا حفر في الفترة الأولانية وعملنا تبطين بمكان، والفترة التانية موجودين حاليا مع الإدارة الهندسية، عملنا كمية تبطين كبيرة وكمان الحفر اللي مشيت المية زي ما حضرتك شايف، وعملنا مساحات في الفترة الأولى عملنا 3 كيلو، في الفترة الأخيرة ده هي بالتوجيهات الإدارة الهندسية عملنا 9 كيلو تبطين، وعملنا أعمال صناعية. حجم العمالة يا فندم والعمل اللي كان شغال طبعا، يعني حضراتكم أكيد كنتوا بتشتغلوا تقريبا على مدار اليوم أو ساعات طويلة من اليوم، لو تكلمني عن حجم العمالة اللي كان موجود والعمال اللي بيشتغلوا في المشروع. حجم العمالة احنا كنا بنشتغل هنا بمكنتين تبطين، كل مكنة تبطين كان عليها في حدود 40 عامل، كنا نشتغل أكتر من 16 ساعة في اليوم بالمكن، وممكن نشتغل برضو بالعمالة يدوي، فكنا بنعمل إنجاز عالي يوميا مع ضغوط الوقت عشان نلحق الزراعات الجديدة كل سنة. صحيح، كان تحدي بالنسبة لكم يا فندم؟ أكيد أكيد كان تحدي، أكيد كان تحدي، يعني كنا الناس شغالة، كنا بنشتغل 7 أيام في الأسبوع 30 يوم في الشهر. بس في زمن قياسي قدرنا ان احنا نوصل للانجاز اللي احنا شايفينه دلوقتي. اللي انت حضرتك شايفه يعني كان ضغوط اكتر من كده، ما بعدها ضغوط عشان نوصل اللي احنا وصلنا له ده. حضراتكم لسه كشركة هتكملوا طبعا الانجازات والاعمال اللي موجودة داخل المشروع؟ اكيد 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 هنكملوا، المعدات موجودة والنماسنا موجودة والشغل مستمر مش هيقف. طرق العمل يا فندم، لو تكلمنا عن طرق العمل اللي بتكون موجودة داخل المجرى المائي هنا. هو طرق العمل بعد ما نخلص الحفر بنبتدي نبطن بحاجة اسمها رمل مثبت، برضو عن طريق الإدارة الهندسية بأبعاد معينة، بعد كده يدخل على حسب مجرى الماء بتاع الترعة، لو مجرى ماء كبير ننزل مكن تبطين كبير لسرعة الإنجاز، إن مكن التبطين كبير نكسب به الوقت، لو المجرى قليل هنضطر نشتغل بالعمالة نشتغل تبطين يدوي. الفرق بين الاثنين انه التبطين اليدوي بياخد وقت اطول، لكن المعدات اللي بالمكن بنعمل انجاز اسرع، بس ده يتوقف على البحر الماء بتاع الترعة. هل كان في صعوبة في التعامل مع طبيعة الارض هنا في توشكا؟ اكيد طبعا في البداية كان في صعوبة عشان الحاجز الارض الصخرية اتفجرت واتأرنقت واتظبطت، دي كانت هي صعوبة. وبعدين هنا احنا بنتحدى الزمن، العملية هنا احنا بنتحدى فيها الزمن الوقت، ولسه مستمرين في التحدي. مستمرين في التحدي ان شاء الله على طول ان شاء الله. تعاون كبير جدا طبعا بتقوم بيه مؤسسات الدوله، ويمكن الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه لها دور كبير جدا في التعاون مع حضراتكم طبعا. ازاي كان التعاون ده من وقت طبعا ما قلت لحضرتك، من وقت ما اسند اليكم العمل هنا والتعاون اللي بيتم مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه؟ بالنسبه للهيئه الهندسيه بيعملوا معنا مؤتمر يومي بدون توجيهات، وهم بيشرفوا علينا باستمرار، لو شغالين بالنهار موجودين معانا، لو شغالين بالليل موجودين معانا، ماشيين بتوجيهاتهم علشان نزق عجلة الإنجاز. فالإدارة الهندسية ما سبتناش ولا لحظة من القيادات. أكيد حضرتك يعني مدير الشركة كبيرة طبعا من المقاولات، قابلت وتعاملت في مشروعات كبيرة جدا، إيه المميز أو إيه المختلف في التعامل هنا مع مشروع توشكا؟ هو المختلف هنا هي طبيعة الجو، بالذات في الصيف بيبقى الجو حر، لكن بالتوجهات بنتغلب عليه،
يعني نشتغل ليل نهار فترة الحر إنه ممكن نوقف، لكن على طول الوقت شغالين. المهندس نشأت بشكل شخصي وبشكل إنساني، شفت مشروع توشكا إزاي والإنجاز اللي احنا وصلنا فيه دلوقتي؟ أمل كبير وتحقق، وسيادتك هتشوف الزرع يفرح القلب. صحيح، زي ما قلنا ان يعني من المشروع ده احنا بنوصل رسالة كمان ان مفيش خوف على مصر من اي محاصيل زراعية، من اي انتاج. مشروع توشكا ده هو مشروع الخير فعلا، يعني اكيد اكيد مشروع الخير، والحمد لله في مردودية واضحة. ده حقيقي، وده اللي خلانا ان احنا نيجي هنا ونسلط الضوء طبعا على هذا المشروع. مردودية واضحة وتشوفها وتصورها للناس عشان الناس تشوفها. احنا هنا شايفين، لكن الناس اللي بره ما حدش شايف. شكرا لحضرتك المهندس نشأت بشرى، مدير أعمال شركة أبو قسطور جروب وقطاع توشكا للمقاولات والأعمال المتكاملة. شرفتنا في برنامج صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا.